يا رب احنا نكون بنعمل حاجه صح وبنصدق الله وبنصدق الناس وبنعمل على نفع العباد وبنحاول بقدر امكاننا ان احنا نلبي طلباتكم. انا عارفه ان بيجينا كام رسائل كبيره جدا جدا جدا، ولكن سامحونا ممكن في وقت ما بنقدرش نلاحق كل ده، لان احنا بننزل نصور بره وعندنا طول الاسبوع شغل، واحنا تقريبا اتنين بس اللي بيتابعوا رسائل الصفحه، يعني انا ومحمد زميلي محمد عبد الرحمن، فالوقت بيبقى ضيق جدا. فسامحونا قدر امكاننا والله بنسعى وبنحاول حتى ناخد الملفات اللي هي الاسرع اللي هي ظروفها اصعب، الناس اللي بتبقى عندها ظروف صعبه اكتر بنحاول ان احنا ننقلها للكيانات والمؤسسات المتعاونه معانا. فسامحونا اذا كان بيبقى فيه تاخير او بيبقى ساعات الناس لسه ما ردتش علينا. فزي ما اتكلمت في الموضوع ده كتير قبل كده، قلت ان المساله ما بتبقاش، يعني الناس ما بتبقاش بترد علينا بسرعه، فاحنا ما بنعرفش نرد عليكم الا لما يجي لنا رد. كل تكريم بيجي لنا زي ما بقول لحضراتكم بحس ان احنا ربنا يعني بيرضى عننا فبيدينا الجايزه دي. ولكن طبعا بيبقى في شكر للناس كلها اللي هي ساهمت في ظهور هذا العمل وظهور هذا المشروع وهذا البرنامج التنموي، من اول الدكتور حسن راتب رئيس مجلس إدارة قناة المحور والإدارة والعاملين في جميع قنوات، يعني جميع العاملين في قناة المحور، وزمايلي في الإعداد وزمايلي في الإخراج، زمايلي في الإعداد طبعا محمد عبد الرحمن، هداية خضير، محمد إسماعيل، رحاب إسماعيل، كل زمايلي في الإخراج طبعا محمود مصطفى المخرج، حجاوي، مصطفى حاتم، كل المصورين طبعا، معتز المونتير، عبد الرحمن المونتير، عمرو ابو العلا في السوشيال ميديا، وجميع المصورين في الخارجي والموجودين دلوقتي في الكاميرات والاضاءه والسوفان الصوت، كريم، وجميع المصورين اللي بيكونوا معانا في كل حته. احنا كتيبه كبيره، يعني انا بقعد افكر كل الناس اللي هي بتطلع المنتج اللي انتوا بتشوفوه على الشاشه ده عدد كبير جدا، يمكن بتشوفوا على التتر اسماء كتيره قوي، فكل الناس دي مشاركه معانا في ظهور العمل ده. ربنا يجرنا جميعا ونجدد النيه دايما كده ان احنا بنعمل عمل ينتفع منه العباد، والعمل ده يكون فيه خير فعلا صادق، بنقدم الحاجه اللي هي فيها خير حقيقي وفيها صدق وفيها ما يلمس قلوبكم. طبعا كل الشكر والتقدير للرعاه اللي موجودين معانا ومؤسسات وجهات المساهمه معانا واللي هي بتتعاون معانا عشان نعمل ده، احنا من غير الناس دي مش هنعرف نعمل حاجه، فهم اللي بيساهموا معانا وهم عندهم نفس الهدف. فأيضا يعني كل الشكر والتقدير ليهم، كل الشكر والتقدير لحضراتكم، التواصل معاكم اللي فيه المودة والحب اللي بيننا ده، فدي حاجة كبيرة جدا. وبيبقى مش شرط الناس كلها بتساهم أو في تكريم، طبعا بتجيني رسائل جميلة جدا ربنا يجازيكم كل خير عنها، إن أنتوا يعني اللي بيقول لي يعني كلمات فيها إطراء وكلام فيه حاجة جميلة كده بتذهب عنك أي تعب، فربنا يكرمكم يا رب ويكفي المحبة، وإن أنتم مصدقيني وإن أنتم بتشاركوا معايا حتى بالمشاهدة، فدي حاجة كويسة جدا بحمد ربنا عليها.